السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلاب، ما زلنا بنتكلم سويا عن المفصليات ونتعرف الحين على عملية الإخراج الخاصة بها. الإخراج عندي في المفصليات ومنها الحشرات بيكون عن طريق أنابيب تسمى باسم أنابيب ملبيجي. هذه الأنابيب تساعد على تخليص الحشرات هذه من فضلاتها الخلوية الموجودة بالدم. إذا عندي هذه الأنابيب بتساعد على تخليص الحشرات من فضلات الخلوية الموجودة في الدم، ومنها على سبيل المثال حشرة النحل. بالإضافة إلى أن أنابيب منبيجي بتساعد على تخليص الحشرات من هذه الفضلات، أيضا بتساعد على تحقيق ثبات الاتزان الداخلي للماء الموجود داخل أجسامها. السؤال عندي يأتي في الجزئية هذه كالتالي، يقول لي الشكل يمثل نحلة، ما نوع جهاز الإخراج فيها؟ هل هو نفريديا ولا نفرون ولا انابيب من بيجي ولا خلايا الوهابية؟ كما قلنا شباب ان الاخراج في الحشرات هذه ومنها على سبيل المثال النحله بيكون عن طريق انابيب من بيجي، فبالتالي عندي الاجابه الصحيحه هي سي. دمتم بصحه وعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.